الانتخابات المقبلة في طي المجهول موعدا وآلية وسجلا، مع ذلك ثمة من يعد لها وإن من بعيد جدا. الشبكة اليمنية للرقابة الانتخابية عقدت جلسات لاختبار مواد التوعية لعملية القيد والتسجيل المزمع تدشينها عقب إعلان مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. طبعا نحن ننفذ هذه الحلقات في العديد من محافظات الجمهورية، وبلا شك قد تبلغ هذه المحافظات 12 محافظة حاليا. سنعمل بأخذ الآراء التي نعقد لهم، هناك فئات مختلفة منها النساء، الإعلاميين، الشباب، الأميين كذلك. الجلسات حضرها إعلاميون وناشطون ومتدربون، استعرضوا المواد التوعوية وأبدوا آراءهم ومقترحاتهم في بعض الجزئيات. هذه الفلاشات بصراحة وجدناها أنها سوف تخدم المجتمع اليمني بشقية المتعلم والأمي، وتنقل صورة واضحة، وأيضا تعلمهم كيف الوصول إلى صناديق الاطراع بالطرق السلمية، وأن حق الانتخاب حق مشروع لكل مواطن يمني. الشبكة اليمنية بدورها أكدت على ضرورة عقد مثل هذه الجلسات التي تسعى إلى أن تسهم إيجابا في تعزيز التوعية الانتخابية في أوساط المجتمع اليمني كافة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة. عبد اللطيف بشاق، اليمن اليوم.